سيقوم الفيدرالي هذا الأسبوع برفع أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، ولكن السؤال الأهم هل سيعطي سيجنالز أو مؤشرات عن اجتماع في شهر سبتمبر أم سيقوم بتثبيت، يعني الأسواق الآن تسعر هذا الشيء، هل سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة؟ لأن شهدنا يعني البزنس أكتيفيتي في الولايات المتحدة يوم أمس قد انكمشت وسجلت يعني ضعف في قطاع الخدمات، لذلك يعني الآن نرى بيانات اقتصادية تشير إلى انعكاس هذا يعني الرفعات القوية بالانعكاس على ضعف في النمو الاقتصادي، لذلك الآن سيكون التوجه كله نحو الفيدرالي يوم أمس سوري يوم غدا، والذي يعني نتعرف المزيد من حول السيجنالز أو المؤشرات التي سيعطيها من قبل هذا. طيب، هل أنهى الدولار الأمريكي سلسلة المكاسب التي بدأت معه منذ ما تم رفع معدلات الفائدة؟ هل انتهت بالفعل أم أنه لا يزال هناك مجال للدولار الأمريكي أن يرتفع؟ يعني نرى الآن أن الدولار قد صعد وتبادل من يعني الانخفاضات التي شهدها الأسبوعين الماضوا، والآن الدولار فعلا يستقر يعني حول منطقة 101، ف يعني بعد رفع سعر الفائدة إذا جاء وباول وقال أن سيكون تثبيت أو هذه هي نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، فيعني لم ممكن ما نشوفش رفعات أكثر للدولار، وسيكون التحول نحو الملاذات الأمنة مع ضعف الاقتصاد الأمريكي. طيب نادية، برأيك الرالي الذي نشهده على أسواق الأسهم في وول ستريت هذه الفترة، برأيك هل نتوقع بأنه قد يقف أو يترقب كذلك من جهة قرار الفيدرالي، أم يستكمل تحديدا في ظل استكمال نتائج أعمال الشركات؟ يعني طبعا شهدنا داو جونز الى الجلسه يعني 11 على التوالي بارتفاع عند مستويات ال 35000، ذلك يعني لم نشهد هذا يعني الزخم الكبير على المؤشرات الامريكيه منذ فتره كبيره، ولكن يعني الاسواق ايضا تسعر او انهاء او نهايه هذه الدوره، لذلك تستفيد على من نتائج ارباح الشركات طبعا التي ما زالت قوية وما زالت تشير إلى قوة في هذه الشركات، ولكن في أيضا نوعا من القطاعات التي تظهر تباين من يعني جانب هذه النتائج، فيعني يعني لم أرى أن الفيدرالي ممكن أن يأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، ولكن سنرى هذا يوم غد. طيب نادية، فيما يتعلق بأسعار الذهب وانه المستثمرين ينظروا للذهب بشكل كبير، هل تعتقدي انه الذهب بنهايه العام يصل ل 2000 دولار؟ نعم بالفعل، يعني نشهد الان دولار عفوا الذهب يستقر عند مستويات ال 1960، واذا كسر منطقه ال 1980 ممكن طبعا ان نشوف يعني بالفعل زخم كبير على اسعار الذهب ايضا، وان نرى في مستويات ال 2000 خصوصا مع ضعف او ركود اقتصادي في اقتصادات اخرى مثل اوروبا وبريطانيا، وايضا ضعف النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، فهذا يدعم الذهب، وأيضا يعني مع ضعف الدولار يكون في ارتفاعات للملاذات. شكرا جزيلا لك نادي البلاسي، وأنت محلل الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.